السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا مسهلا بكل الناس اللي تشاهد هذا الفيديو اليوم. عساكم طيبين، عساني يسمع عليكم كل الأخبار الحلوة. اليوم راح أسوي لكم قراءة خاصة لمعرفة مواصفات شريك المستقبل، من سيكون، من هو، كل المواصفات اللي راح نقدر نعرفها راح نطلعها من خلال الكشف الفي اي بي، اللي هو يعني بكل أنواع التارو، كروت الأوراكل، كروت الملائكة، كروت الرسائل طبعا الملائكية، تاروت الغجر، تاروت مارسيليا، كل أنواع التارو هو كشف في اي بي بإذن الله تعالى. خلينا نبدأ وخلينا نشوف ونعرف من ستتزوج سنة 2023. طبعا كل ما عليك الاختيار إما بحسب الحرف الأول من اسمك أو بحسب طاقة الحجر، لون الحجر. القراءة الأولى هي الحجر الأخضر، والقراءة الثانية هي الحجر، هنا الحجر البني وهنا الحجر الأخضر، وإنت إيش تختار وإيش قلبك يميل. أوكي، إذا ما تريد تختار بحسب الحجر يمكنك الاختيار بحسب طاقة الحروف إن شاء الله. سنبدأ بالقراءة رقم واحد. طبعا اللي أول مرة يشاهد هذا الفيديو لا تنسى أنك تشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلينا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ككشف أول. من هو أو ما هي مواصفات سعيد الحظ؟ من سيكون؟ من هو؟ كل الأشياء رح نعرفها من خلال هذا الكشف إن شاء الله. تمام؟ أنت أول شيء طالع من أصحاب هذه القراءة، أنت طالع من مرحلة استشفاء، أو طالع من أنت في مرحلة علاج. أنت إما في مرحلة علاج أو أنك أنت تبغى تستشفى، تبغى تفتح قسمة نصيبك، تبغى تتعالج، تبغى تتشافى من بعض الأسحار أو بعض الأشياء اللي معطلتك في حياتك، عين، حسد، سحر، أنت قاعد تتشافى هالفترة. وللناس اللي ما تشافت، أنت داخل في مرحلة استشفاءات روحانية إن شاء الله، وعلاجات روحانية تتيسر فيها أمورك بإذن الله، تفتح قسمة نصيبك هذه الفترة. طيب، لأن أول طبعا هنا مكان ولقاء التعارف لأصحاب المجموعة البني سيكون عن طريق السوشيال ميديا. أوكي، إذا تقول لي مثلا أنا ضد السوشيال ميديا، إما تكملين تسمعين الفيديو أو تختارين القراءة الموالية. أنا لسه ما أعرف إيش فيها القراءة الموالية، يمكنك اختيار القراءة الثانية. القراءة هذه بنت لي إنك راح تتعرفين على هذا الشخص عن طريق السوشيال ميديا، موقع تعارف، شيء زي كده. على فكرة بقول لكم حاجة، يا ما ناس كثيرة يقولوا لي مستحيل أتعرف، يجون يحجزون عندي في اي بي، يقولون مستحيل أنا أتعرف عن طريق واحد عن طريق سوشيال ميديا، أنا ضد هذا الشيء، أنا مبادئي لا تسمح أنه أتعرف على واحد عن طريق سوشيال ميديا، أنا أهلي ما يوافقون على هذا الموضوع، إلا وبعدين لقيتها راجعت لي بشخص من السوشيال ميديا. فلا تقولوا أي شيء مستحيل، كل شيء ممكن يا حبايبي، كل شيء ممكن بإذن الله. طيب، عن طريق السوشيال ميديا أول شيء، طوالع ترابية طالعت لي، أبراج ترابية بدايتها برج الثور والعذراء. أوكي، طيب هنا بقول لكم حاجة للبعض منكم، إذا أنتم الآن يعني في عندكم تعطيلات في قسمة نصيبكم افتحوها. تمام، سواء تعالجتم عندي عند غيري ما هو مهم، المهم انكم تتعالجون، المهم انه حياتكم تنفك، هذه التعطيلات الموجودة تنفك يا حبيبتي. تمام، عندك شخص سيدخل لحياتك عن طريق السوشيال ميديا، وأنا شايفة أنه إنسان محترم بكل صراحة ومن الأبراج الترابية، هذا واحد. اثنين، عندك خط سفر. للبعض منكم إذا تقول لي مثلا أنا ضد السوشيال ميديا، هناك خط سفر ومن خلال ذاك السفر تتعرفين عن طريق هذا الشخص، تتعرفين عن طريق السفر على هذا الشخص بإذن الله، راح تحققين توازن عاطفي. أنت صاحبة القراءة هذه مستقلة ماديا، فقط تحتاج الرجل عشان تحقق توازنها النفسي والعاطفي. تراها مو بحاجة لفلوسه ولا بحاجة لشيء، يمكن انه صاحبة هذه القراءة تزود الشخص اللي بيجيها، ما تنقصه، لكن المشكلة هنا انه فعلا قاعدة تحس نفسها يبغالها احد في حياتها، يبغالها تنحب، يبغالها تحب وتنحب، يبغالها انها تعيش الحب.
فعلا انتم اصحاب القراءه هذه، ناقصكم المحبه، ناقصكم الود، ناقصكم الحضن الحنون، انتم ناقصكم هذا الشيء بكل صراحه. تمام، انا ابشرك انك راح تتزوجين واحد بسم الله ما شاء الله ترى احسن منك في الامور الماديه، ظروفه طيبه جدا، ظروفه الماديه بسم الله ما شاء الله جميله جدا. اوكي، الشخص هذا تراه امور داخل في امور بزنس، امور شركات، امور ادارات، امور بنوك، امور تجاره، بورصه، اسهم، اشياء تراها كويسه، تراها بسم الله ما شاء الله، ترى الانسان هذا اصحاب صاحب بزنس وعنده اسم ومكانه عاليه في المجتمع. تراكي حطيتي نفسك في المكان الصحيح باذن الله صاحبه المجموعه الاولى. نعم، الاستشفاء حاصل، هنا كارت التعطيل وهنا كارت الاستشفاء بإذن الله. أنت تعرفي كيف تعرفي نفسك تشافيتي؟ في ناس كثيرة يجون مثلا تقول لي مثلا أنا بجي أفتح عندك قسمة النصيب، طيب أم مسك يعني كيف إيش بيظهر عندي؟ ما شاء الله يتقدمون لك خطاب، هذا مو كافي، يتقدمون لك خطاب، يجون يطلبون يدك، يجون يتقدمون لك بنية الارتباط والاستقرار، يجون يدقون باب بيتكم، هذا مو كافي. رجل برج الجدي كذلك، الأبراج الترابية الثلاثة موجودة عندي، برج الثور، برج الجدي، وبرج العذراء متوفرين موجودين في التارو هنا. أوكي، هذا الشخص هل هو مرتبط؟ فرصة ذهبية ستكون لك، فرصة ذهبية بسم الله ما شاء الله. صاحبات هذه القراءة إذا كان عندكم مشكلة في يعني نقول إحنا ما تسهل نصيبك الفترة اللي فاتت، تحسي نفسك معرقلة، تحسي نفسك متعطلة، كل اللي يجي يتقدم لك بيطلع بصراحة بطيخ، طلعيه من حياتك أو يطلعوه من حياتك، فأبشرك إنه حان الوقت إنك تدخلين في مرحلة زواج، حان الوقت انك تحبي وتنحبي، حان الوقت انك تدخلين في الحب. توأم روح، سيكون هذا الشخص توأم روح بإذن الله تعالى. سيكون توأم روحك. لا تبكين. البنت هذه قاعدة تبكي على حظها، تقول وش فيني أنا حظي كذا وش فيني وش ليش تقولين وش فيني طيب؟ يمكن الله ابتلاكي ببعض الأمور وإن تأخر لك شيء فالأشياء اللي ضاعت مالها ما هي نصيبك يا حبيبتي. الأشياء الجديدة إذا كان شوفي أي شيء بيجيكي هو نصيبك، أي شيء راح منك ما هو لك، آمني بهذا الشيء. راح تكونين مجبورة خاطر يا صاحبة المجموعة رقم واحد، ستكونين مجبورة خاطر إذا كان يعني عشتي في السابق خيانة، كذب، واحد كنت مستندة عليه ويعني يسابك، والله العظيم تراك عندك جبر خاطر بسم الله ما شاء الله، ربي راح يعوضك على كل شيء. انت مش راح تكونين موجوده في بلدك، انت راح تعيشين برا البلد، مش راح تكونين في مثلا نقول احنا يعني ترى الشخص هذا مختلف عليك في الجنسيه، مختلف عليكي. انا ليش قلت لك اذا الناس اللي تريد انها او عندها خط سفر تروح تسافر، وللناس اللي مش قادرة تطلع ترى عندكم عن طريق السوشيال ميديا، المهم انه مختلف عنك، مش نفس الجنسية حبيبتي، مختلف عنك يا عمري. اوكي، في ناس اذوكي، في ناس كثيرة اذتكي، في ناس كثيرة تكلموا عليكي، في ناس كثيرة تقول هذه وش ناقصها عشان ما يجيها الشخص الصحيح، ما علينا منهم، خليهم يتكلمون، هذول كلاب خليهم يتكلمون حبيبتي. احنا همنا فيكي الان، احنا نبغاكي انك انت تستقرين وتختارين الشخص الصحيح، مو مهم من، مو مهم متى تتزوج، المهم من ستتزوج، هذا الاهم. اوكي، مش مهم متى نتزوج، تتزوجي، في ناس تتزوج في العشرين وتنتكب وتطلق، وفي ناس تتزوج في الثلاثين واربعين وتاخذ سيد الرجال. ترى العمر مش بالضرورة انه انت خلاص جبتي العيد، ترى والله العظيم ترى يعني كل شيء نصيب من الله سبحانه وتعالى، فرصة ذهبية لا تضيعيها. من جد للبنات اللي تريد تسافر روحي سافري، اذا كان بمقدورك تسافرين سافري، للناس اللي نقول احنا ما تقدر تسافر اوكي روحي تعرفي لك في مواقع تعارف، من بعد سماعك لهالقراءة روحي سوي لك موقع تعارف، عسى الله يجيب لك نصيبك الحلو.
اوكي، خط سفرة جايك هذا الشخص بإذن الله، جايك هذا الشخص، أنا شايفة إنه جايك شخص هذا رح يحاولوا ناس إنهم يتكلمون ضدك أو يتكلموا عليك أو يرفض، يعني بصراحة في حسد وعين عندك، مركزين، في ناس مركزة معاكي، طنشيكي منهم نهائيا، أوكي؟ طيب الأبراج اللي مبينة عندي زي ما قلت لكم ثلاث أبراج ترابية، وبرج الدلو، وبرج الميزان، وبرج الجوزاء، أوكي؟ في برج الحمل كذلك. خلينا ناخذ تفاصيل أكثر عن القادم في طريقك، متى راح يتقدم لك هذا الشخص؟ متى؟ بعد وقتين، وللبعض منكم بداية من منتصف شهر فبراير حبايبي، أوكي؟ للبعض منكم منتصف شهر فبراير، وللبعض منكم بعد وقتين، يعني بعد يومين، أسبوعين، شهرين، زي كذا، أوكي؟ بإذن الله. الشخص هذا أنا شايفة إنه محترم جدا، مسافر حبيبتي، ومطلق. طالع لي مطلق بصراحة، مطلق بدون أطفال، ظروفه المادية طيبة جدا، يعيل عائلته، يعني هو إنسان مسؤول على عائلته، يمكن إنه أكبر أخوانه، أوكي، محترم صراحة، راح يحصل بينكم توافقات كثيرة. متى زواج صاحبة المجموعة رقم واحد؟ متى زواجها بيكون صاحبة المجموعة رقم واحد؟ والله شوفي، من بداية، من شوفي، من لحظة تتعرفين عليه في ظرف الأربع شهور تتزوجي أنت، في ظرف الأربع شهور. افتكري كلامي، قولي أنا شاهدت هذا الفيديو بتاريخ 31 يناير 2023، أو متى أنت شاهدتي هذا الفيديو اكتبي تاريخ الفيديو. أنا أبشرك إنك ترجعين تحت ذاك الفيديو إلا وجايبتي لي اسم الشخص، أوكي؟ طيب خلينا ناخذ تاروت الغجر ونشوف، خلينا ناخذ تاروت الغجر ونشوف إيش كمان ممكن نعرف عن هذا الشخص. مو حق بنات، إنسان محترم جدا، محترم جدا، مو حق بنات. ترى لما أول ما يشوفك رح يقول هذه هي اللي يمكن أنا اخترتها، راح يحصل بينكم شيء زي حب من أول نظرة، دقة قلب من أول نظرة. الشخص هذا كذلك في عندي برج الأسد وبرج العقرب بانوا عندي، تمام؟ هذا مو حق بنات حبيبتي، حق أمور جدية. أنت بعد أربع شهور بالضبط من تاريخ تعرفك عليه موجود عندكم زواج، بيتضبط أوراقكم ويتم نصيبكم إن شاء الله، في قصة حب بينكم، أنتم راح تكون توائم روح أنتم بإذن الله. خلينا ناخذ كروت الأوراكل ونشوف إيش ممكن نعرف أكثر عن هذه العلاقة، كيف راح تكون هذه العلاقة بإذن الله. خلينا نشوف، تكون علاقة بسم الله ما شاء الله كويسة، راح تكون العلاقة كويسة، فيها حب وفيها تفاهم. انتبهي من العقارب حبيبتي، انتبهي من الناس اللي ما بتخاف الله، في ناس راح تحاول تحط لك العصا في العجلة، انتبهي، يمكن انهم لما يلاقوك تعرفتي على انسان صادق وانسان صحيح يحاولوا انهم يقطعون عليك رزقك، حاولي انك ما تقولين لأحد ولا تخبرين أحد لين ما يتم الموضوع، اوكي؟ الشخص هذا جايك من بعيد وراح يتزوجك بإذن الله، جايك من بعيد، اوكي؟ لا تفقدي الأمل، للبنات اللي فاقدة الأمل هنا أنا أقول لك استقبلي طاقتي واستقبلي كلامي، وإن شاء الله يا رب ما رح يخيب ظنك بإذن الله. محتاجة إلى مساعدة، نحن معاكي ما بنقصر، أوكي؟ إذا محتاجة المساعدة معنوية، نفسية، روحانية، أنا ما بقصر معاكي إن شاء الله، الله مستعان يعني. أوكي، هنا كأنه صاحبة القراءة تقول لي هل أثق فيه؟ شوفي الثقة ما تثقين غير في نفسك، الثقة في الله وفي نفسك وفي عائلتك، لكن نعم هذا الشخص، يعني أنت مشكلتك أنك تخافي من أنه هذا الشخص ما يكون كويس، أو أنا أبشرك ترى إنسان كويس، خافي أنه يلبس ماسك زي كل الرجال اللي عرفتيهم، خايفة من هذا الشيء. في تلقي رسالة، هذا معجب،
سيكون معجب، راح يحاول انه يكلمك، راح يحاول انه يتواصل معك. شايفه في اشياء مره كثيره حلوه. نعم جبر خاطر، دعوات والدتك وراك ومعك. اوكي طيب، خلينا ناخذ رساله الملائكه لها بعد هذه العلاقه. ايش منصوح فيها؟ ايش منصوح بهذه العلاقه؟ ايش منصوح؟ هل العلاقه ستكون كويسه بعد الزواج او لا؟ راح يكون عندك تطورات اول شيء. اوكي راح تشهد حياتك تطورات عاطفيه باذن الله، وانت تطلبين مساعده من بعض الاخرين عشان يساعدوك. يمكن تفكين تعلقك باشخاص تعبانه تعبتك في الماضي او شيء. هنا عندك راح يكون تغييرات كثيره ايجابيه على صعيدك العاطفي بامتياز باذن الله. في عندك توازنات، حياتك راح تكون مره كويسه. فقط تفائلي، القراءه تقول لك تفائلي وان شاء الله باذن الله. اعطي الثقه في نفسك، تركي جميلة جدا، اعطي ثقة في نفسك. نعم في شخص راح يحبك، راح يموت عليك وجايك من الباب الكبير، وجايك يعني نقول احنا عابر حدود وقارات عشانك. اوكي وافتكري كلامي، نعم ربي مختار لك الافضل. كروت الملائكة تقول لك انه ربي مختار لك الافضل، الله يكتب لك الخير ان شاء الله مع هذا الشخص، وان شاء الله تسمعين الاخبار الحلوة في غضون الوقتين الجايين يا رب العالمين. تمام، كانت هذه هي القراءة رقم واحد. شكرا لكم حبايب القلب، الله يسعدكم. وننتقل إلى القراءة الثانية، لكن قبل ذلك لا تنسى أنك تشترك في القناة، تسوي سبسكرايب إذا أول مرة تشاهد هذا الفيديو. شكرا لكم، أهلا وسهلا بأصحاب القراءة الخضراء الثانية. طبعا للي أول مرة يلتحق بالقناة أو يشاهد هذا الفيديو، لا تنسى أنك تشترك فيها وتفعل زر الجرس. هناك مسابقات مجانية تنزل في القناة، هناك أشياء كثيرة انتظرونا إن شاء الله في القريب العاجل، هناك مفاجآت مرة سارة. حبايب القلب خلينا نشوف مواصفات شريكك القادم لك عاطفيا. صاحبة هذه القراءة قاعدة تفكر في الهجرة، أو قاعدة تفكر في تغيير حياتها، أو قاعدة تفكر إنها تتزوج واحد مش من بلدها، أو إنه يعني بصراحة تعرضتي إلى نقول إحنا خيارات كثيرة. تتوهمين أو يقع إيهامك إنك أوكي أنا أحبك ومدري ومدري ومدري. البنت صاحبة هذه القراءة بسرعة تعطي قلبها، بسرعة تحب، بسرعة تتوهم، أو إنها خلاص تقع في الوهم إنه هي إنسانة، يعني إنه هي خلاص هذا هو زوجي، هذا هو اللي بتزوجه. ترمي نفسك بسرعة، تعطي قلبك بسرعة، وهذا شيء بصراحة مو في صالحك أبدا أبدا حبيبتي. أوكي انتبهي من هذا الشيء، قاعدة تقرر إنك تغيري حياتك أو تغيري مكانك أو تغيري حياتك أو تغيري طباعك أو تجمدي قلبك شوي. أنا شايفة إنه تاخذين قرار صارم بخصوص أمورك العاطفية، بخصوص قلبك. أنت قلبك هذا بتاخذيه وتحطيه في مكانه حجر. أنا ماني شايفة إنك راح تكونين ضعيفة حال، لا، بشوف البنت هذه التجارب اللي هي كانت عايشتها راح تعلمها انها تصير اقوى، وتعلمها حسن الاختيار، صح ولا لا؟ ترى بكائك هذا على الاطلال ما في منه فايدة، ترى العمر قاعد يمشي عليك يا حبيبتي. اوكي الدموع ما بترد، لو كانت الدموع ترد الناس كانوا الاموات حيين الحين. اوكي تبكي على اللبن المسكوب، تبكي على العمر اللي ضاع. تريدي، انا بقول لك شيء ترى قبل ما ندخل في مواصفات الشريك، عيشي حياتك، حبي نفسك، اطلعي مع صحباتك. اذا كنتي مع شخص كان مقفل عليك وكان مسوي لك حركات انه لا تطلعي ولا تسوي ونكبك وهذا انسان نرجسي، هذا انسان مريض، بقول لك شيء، اطلعي من الدائره المغلقه اللي انت فيها، سواء كنتي في علاقه قبل او كنتي لم تكوني في علاقه. اطلع من الدائرة اللي انت فيها، اصنعي نفسك، انجحي، تألقي، سوي لك شيء انت تحبينه. انت انسانة يعني انسانة كرياتيف، يعني حاولي انك بدل الجلوس والبكاء على الاطلال والعلاقات الفاشلة وايش فيني ما تزوجت وايش فيني انتكبت، روحي اصنعي نفسك، روحي غيري من حالك، روحي شوفي حياتك، روحي حبي نفسك، اسمعي كلامي. ترى في تغييرات كثيرة لصاحبة القراءة رقم 2. اوكي نعم سيكون عندك تحقيق توازنك المادي، سيكون عندك تحقيق توازن مادي باذن الله. عندك مشروع ثم زواج. شوفي حبيبتي
لما تحبي نفسك وتقرري انك تحبي نفسك. انا ما اجي هنا اوهمك اقول لك ايوه عندك شخص جديد بيدخل حياتك وفي زواج على طول، لا يا عمري ما طلع لي كذا. صاحبة القراءة الثانية، لا حول ولا قوة الا بالله، صدقوني نشف ريقي، بقول لكم شيء. صاحبة القراءة الثانية رح تقفلي على قلبك، والمرة هذه رح تفكري بعقلك ورح تختاري الأنسب ومين بتتزوجي بعقلك، مش رح تختاري بقلبك هالمرة. أنا شايفة صاحبة القراءة الثانية قاعدة تفكر، تجمد قلبها شوي أو كثير وتحاول تختار المرة هذه بعقلها، لكن قبل ذلك ستدخل في مراحل من المشاريع، من الحياة الاجتماعية، تطلع من الدائرة المغلقة اللي هي فيها. ومن ذاك هذه ستيبس، من هذول ستيبس يعني، أو من هذه الستيبس هذه، أنا شايفة في عندك تغييرات بسم الله ما شاء الله، تمام. هي اللي بتجيب لك الزوج الصح، أوكي، هي اللي بتجيب لك الزوج الصح. شفتي طلعت لك كابس، تمام. هذا هو الفرصة الجيدة جدا حبيبتي، اطلعي من الدائرة المغلقة، حبي نفسك عشان الناس تحبك وعشان تشوفك أقوى. يمكن إنه مجتمعك، يمكن عائلتك، يمكن إن الشخص اللي كنتي معاه سلب منك ثقتك بنفسك، سلبوا منك ثقتك بنفسك وحيويتك. أنت مو كذا، أنت أقوى من كذا. اسمع، ترى أنا بتسمعيه مني الكلام هذا، مش حد ثاني. هذا صوت، هذا صوت في داخلك لابد إنك تسمعيه. معلش صاحبة القراءة هذه، اطلعي من الوحدة اللي انت فيها واطلعي من الانطوائية اللي انت فيها، وبنشوفك بإذن الله قوية جدا جدا الفترة الجاية. عندك شخص راح يدخل لحياتك وراح تتعرفين عليه في مجال العمل. لكل واحدة تقول لي انا امسك معلش ما اشتغل، يمكن انك تتعرفين عليه في مجال العائلة، تاخذ من القراءة ما ينطبق عليك، اوكي. قراءة عامة ما هي قراءة خاصة، لا حول ولا قوة الا بالله. جايتك فرصة بسم الله ما شاء الله، أمور إيش بقول لك، شخص مرة كويس بيساعدك إنك تحبي نفسك أكثر. أنت تحبي نفسك، لما تصيري تحبي نفسك جايك الشخص اللي بيحبك أكثر وبيحبب يعني بيحببك في نفسك أكثر، أوكي. هو هذا الشخص يريد المرأة القوية، وهو كذلك قوي، فراح يكون سندك وظهرك وحمايتك بإذن الله. رجل برج الأسد، رجل برج العذراء، رجل برج الجوزاء، رجل برج الميزان، رجل برج الأسد مرة أخرى، والدلو، هذول طلعوا عندي حاليا، تمام. رجل برج السرطان، سيكون هذا الشخص بسم الله ما شاء الله محترم جدا. في بعض الاختلافات من بالعادات والتقاليد بينكم، لكن مش مضر، موضوع هذا مش راح يضرك، عرفتي؟ بالعكس الموضوع هذا راح يكون في صالحكم، يعني نقول احنا الاختلاف يولد الثراء الثقافي. لكن انت اصلا مش رايدة انك تاخذين من نفس ديرتك او من نفس عائلتك. صاحبة القراءة هذه تحاول انها تاخذ واحد مغاير لها، او يعني بعيد شوي عن العائلة، انت ما شفتي شيء اشياء كويسة في العائلة، اوكي. انسانة تريد انها تصعد، تريد انها ترتقي، تريد انها تسوي كل ما في خاطرها. عندك اشياء كثيرة بدك تسويها، لكن انت بحاجة الى شخص يعني يطلعك من القوقعة اللي انت فيها، يحببك في نفسك. انت ما تريدي انسان زي الـ معلش يعني زي الـ مو رجل شرقي يعني يحبك تطبخين وتسوين وتسوي، لا انت تحبي واحد كل شيء بالتشارك، كل شيء مع بعض. انت تريدي انسان يحبك ويعني يحترمك، يعاملك بلطافة، مش زي البهايم، عرفتي؟ تريدي واحد يكون لطيف، انسان محترم، يحبني، يقدرني انا كمرأة، يقدر كياني ويقدر مشاعري. جايك هذا الشخص، انا بقول لك تراه جايك الشخص هذا بإذن الله، جايك اللي يحترمك ويقدر كيانك، شفتي؟ جايك بإذن الله في القريب العاجل. مش راح تصارع المجتمع لحالك، جايك اللي يوقف جنبك، اللي يشوفك الحياة بعيونه، اللي يشوفك كل الدنيا بعيونه، راح تلتقين بتوأم روحك. وين مكان اللقاء يا أم مسك؟
انا مكان اللقاء ترى شايفته في مكان عمل، في امور اداريه، في مكان عمل او في مشروع، او اذا انت بتفتحين محل تلاقينه جاي كزبون او شيء من ذلك، او راح يكون عن طريق العائله زي ما قلت لكم. تمام. لا تبكين على اللبن المسكوب، وعيشي حياتك، عندك سفرات كثيرة، عندك أشياء كثيرة، وهذه الفرصة لا تضيعيها. الفرصة هذه جايتك فلا تضيعيها. إنسان كريم جدا، معطاء جدا، مو من النوع البخيل بيفتكرك في المناسبات. سبحان الله، يعني مش زي الشخص اللي كنت معاه نهائيا. يمكن الشخص اللي كنت معاه كان بخيل، كان إنسان يعني يحب نفسه، كان يفكر في نفسه، كان إنسان جدا بخيل، مقتصد جدا، لكن جايك العوض اللي يوفر لك الكثير من الأشياء بإذن الله. برج الحوت، طلع لي برج الحوت كذلك. جايك شخص هذا أسمر البشرة، ترى بيكون أسمر البشرة، فهمتي؟ عندك عين وحسد، انتبهي من العين ولا الحسد. خلينا نشوف كم عمره هذا الشخص، كم عمره ومتى راح يدخل لحياتك ان شاء الله، كم عمره ومتى يدخل لحياتك. طيب، هذا اما اكبر منك باربع سنوات او اربعيني، تمام؟ اما اكبر منك باربع سنوات او اربعيني، او باربعتاشر شهر او اربعة شهور زي كذا، تمام؟ او اربعيني، انا قلت لكم وعطيتكم يعني قراءة عامة، احاول دايما انه اقرب لكم الاعمار وكل شيء. طيب، مختلف عليك زي ما قلت لك. منفصل، كان خاطب وانفصل، كان خاطب وفصل، خطوبة هذه. اوكي، يبغى الزواج ويبغى الارتباط. السنة هذه سنة زواجك، تدخلين في موضوع، اول شيء تدخلين في موضوع المشروع، اول شيء عندك مشروع، عندك يعني ارتباطات عملية او مادية، ثم تنقلين نحو الزواج ان شاء الله لما يجيكي هذا الشخص. وجايك هذا الشخص، نقول احنا بداية من شهر ستة او سبعة، ستة او سبعة داخل حياتك هذا الشخص، تمام؟ الزواج شايفة اخر السنة هذه، اخر السنة هذه نتكلم عن الزواج، او بداية 2024 ان شاء الله. لكن انا في عندكم الكثير، تقريبا 80% اخر سنة 2023 سنة زواجكم. ايش كمان نبغى نعرف عن هذا الشخص؟ يعني كاركتر وكل شيء، ايش نبغى نعرف اكثر؟ انطوائي، مو اجتماعي، يعني انسان عملي جدا، صاحب افكار ومشاريع، شايف حاله بصراحه، من حقه لانه يشوف حاله، لانه عنده مكانه كبيره في المجتمع. اوكي، بصراحه بار بوالديه، وانسان محترم جدا، محب للسفر ومحب للتجاره، هذا وش طلع لي الان. اوكي، طيب خلينا نشوف كروت الأوراكل وش تطلع عندكم لأصحاب المجموعة الثانية. حب، رح يحبك، رح يصونك، رح يكون لك السند الحنون بإذن الله. انتبهي من العين ومن الحسد، ستشرق الشمس بعد، ستشرق الشمس. شوفوا، شوفي هنا، انتي مش فاهمة نفسك، مش فاهمة حالك، تحسي نفسك ضايع، تحسي نفسك مقسومة نصين، مش عارفة تكملي، تقعدي كذا، تسوي ايش تسوي، ايش تسوي، يعني انتي محتارة جد، عندك الكثير من الاسئلة. تقول لك القراءة ان شاء الله باذن الله تدخلين في مسائل عملية، وتدخلين في مسائل السنة هذه ترى مشروع وعاطفة، مشروع وحب باذن الله لصاحبة المجموعة رقم 2، وراح تفهمي نفسك الفترة الجاية، رح تفهمي نفسك، كلها مسائل وقت إن شاء الله، وتتحسن ظروفك وتتحسن أحوالك. إذا تعانين من الوحدة ومليتي من الوحدة، أبشرك إنه ربي رح ينصفك إن شاء الله. خلينا ناخذ رسالة الملائكة لكم. مديتيشن، أنت بحاجة للتأملات، بحاجة إنك تفهمي نفسك، بحاجة إنك تفكري بإيجابية. نعم، أقول لك شوفي هنا وش طلع، جايك شخص بإذن الله، جايك توأم روحك، جايك الإنسان اللي أنت تبغينه إنه يكون رجل أحلامك، جايك رجل أحلامك من الأخير. هنا أنت بحاجة إنك تفهمي نفسك، تدخلين في مراحل استشفائية تأملية، تعرفي نفسك، تفهمي حالك، تسمعين للصوت الداخلي الموجود في قلبك، تفكرين بطريقة إيجابية،
بحاجة إلى استقرار، سوي يوغا، سوي شيء استشفائي، سوي شيء روحاني، غيري من نفسك وغيري طاقتك وتشوف فينا الخير كيف يجيك بإذن الله. رح يصب عليك الرزق صبا صبا يا حبيبتي. أوكي، في القريب العاجل، قولي القراءة سيكون هذا الشيء قريبا. أوكي طيب، يا رب إن شاء الله تتحقق أمانيكم، تتحقق وظروفكم، وتتحقق القراءة هذه بإذن الله السميع العليم. اكتبوا لي، اكتبوا لي أنا شاهدت هذا الفيديو بهذا التاريخ، اكتبوا لي متى شاهدتم هذا الفيديو، وعسى الله يكتب لكم الأجمل والأحسن، وعسى الله يعوضكم بالأحسن والأجمل. يا رب لكم مني كل التحية. كانت هذه القراءة رقم 2. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم حبايبي يا حلوين، وإلى اللقاء في قراءة أخرى إن شاء الله.